إن هو إلا وحي يوحى. قسم العلماء آيات القرآن الكريم من حيث النزول إلى مكية ومدنية، حيث عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 13 عاماً في مكة المكرمة، ثم هاجر للمدينة المنورة ليمكث فيها 10 أعوام أخرى. فما نزل من القرآن قبل الهجرة سمي مكي، وما نزل بعد الهجرة سمي مدني، سواء نزل في المدينة أو في مكة بعد الفتح أو أي مكان آخر. تميزت الآيات المكية بقصر طولها وقوتها في الخطاب، لأنها كانت موجهة للمشركين، فركزت على ترسيخ العقيدة والوحدانية لله تعالى بالحجج والبراهين، ومنها الفاتحة والكهف والسور بأسماء الأنبياء وأكثر قصار السور. اختلف الأمر في المدينة، حيث كان الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا، فاتسمت الآيات المدنية بطولها ولينها وسهولتها، وركزت على الأحكام والعبادات والمعاملات، كما حفزت على الجهاد لنشر دين الله في بقاع الأرض. ومن السور المدنية البقرة، وطوال السور بداية القرآن، وسور الأحكام كالتغابن والطلاق والتحريم والحج. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين.